بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. إياك نعبد وإياك نستعين. لا نزال مع سورة الفاتحة، وهذه الآية تريد أن تؤكد موقف الإنسان بين يدي ربه بعد أن كانت الآيات السابقة تعمق في وجدانه معنى ربه باعتباره رب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين. فإذا امتلأ قلبه بالله لا إله غيره، وإذا انفتحت روحه على الله من خلال رحمته، وإذا عاش مسؤوليته أمام الله من خلال تصوره ليوم القيامة، فإنه يبدأ ليعبر لربه عما يعيشه في نفسه من معنى التوحيد في حركة حياته، لأن للتوحيد منطقتين. المنطقة الأولى هي منطقة العقل، فلا بد لك أن توحد الله في تصوراتك العقلية، وهذا ما تعبر عنه كلمة الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله. فأنت ترفض في عقلك وترفض في إيمانك أن يكون لك إله غير الله، وبذلك فإن هذه الكلمة تختصر معنى التوحيد الذي يتحرك في خطين: خط إيجابي وخط سلبي. أما الخط السلبي فهو نفي الآلهة عن كل من عدا الله، فكل مخلوق غير الله لا يملك من الألوهية شيئاً. يعني ما عندنا ربع إله ونص إله وثلاث أرباع إله، ما عندنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى من خلال تأكيده على معنى التوحيد في وعي الإنسان، لذلك أكد أكثر في أكثر من آية في تحديثه عن المخلوقات أو عن الناس الذين يريد الله اختصهم الله بالقرب منه، أو اختصهم الله بنبوته وبرسالته، فإننا نجد أن الله حدثنا عنهم من خلال أنهم عباد الله. عن الملائكة يتحدث أنهم كيف يسبحون، وترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. بحيث قدمهم إلينا مع ما لهم من الشأن الكبير عنده، ومع ما
لهم من القرب لديه قدمهم إلينا بأنهم عباده الطائعون الخاضعون، حتى أنه عندما حدثنا عن ملائكة العذاب الذين يملكون العذاب عذاب الناس لم يتحدث إلينا عن خصوصية ذاتية في مواقع عظمتهم التي ترتفع بهم عن عبوديتهم لله ليكونوا أنصاف آلهة أو ما إلى ذلك، بل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنهم موظفون مأمورون طائعون لا ينحرفون عن تعاليم الله ويتحركون من خلال تعاليمه. حتى الملائكة الذين يستقبلون الناس المؤمنين فإنهم يستقبلونهم بسم الله ولا يستقبلونهم من خلال ما يملكون من إمكانات ذاتية. أن الذين تتوفاهم الملائكة إن الذين طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم أصدقاءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يعني مش احنا، حتى لا يتصور الناس الملائكة إلها آلهة. وعندما حدثنا الله عن كل أنبيائه حدثنا الله عن بشريتهم وأكد البشرية، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. في آية أخرى قل لو كنت أعلم الغيب لا تتصوروا أن أنا بحسب ذاتياتي عندي علم غيب، كما أن الله هو الذي يعلم الغيب. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني، ما كنت أمرض، ما كنت أتألم، ما كنا بهذه المعركة ننهزم، لو عندي مكشوف القضايا ما مكشوفة، أنا بشر مثلكم. نعم الله يعطي أنبياءه بعض غيبه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، يظهر بعض غيبه عليه، لكن ما عند ذاتية النبي، أي نبي ليست لديه ذاتية علم الغيب، ليست لديه ذاتية القدرة. الله يقدره، مثلا النبي عيسى عليه السلام عندما الله سبحانه وتعالى أقدره على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، كلهم أحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمة والأبرص، أبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، كله بإذن الله، يعني موظف، يعني كله. أنا ما عندي قدرة ذاتية، ما عندي إمكانات ذاتية، وإنما الله يقدرني على شيء ولا أقدر على شيء أقل منه، لأن الله أقدرني على هذا وما أقدرني على هذا، فأنا كل من جهة، حتى لا يعيش الناس الغلو في الشخصيات المقدسة سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو أولياء، ما في استغراق بالذات، إنما استغراق بالوحي، استغراق بالرسالة، استغراق بالصفات، استغراق بالسيرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم، ولذا بالتشهد كيف تقول وأشهد أن محمدا، أول شيء تقول عبده
تتصوره في موقع عبوديته لله، ثم تتصوره في موقع رسوليته لله. يعني تصور عبد أرسله الله، لأنه لما يقول رسوله بالأول تمتلئ نفسك، فقد ترفعه عن درجة البشرية إلى درجة الألوهية، لما ترى من معاجزه، لما ترى من هكذا وهكذا بالنسبة. لهذا الله فرغ لا إله إلا الله. الله يريد أن يفرغ عقل الإنسان وقلبه من تصور أي شخص يملك أي شيء من مواقع العظمة، ليرتفع في نفس الإنسان إلى ما أن يكون ربع إله أو نصف إله أو لا، ما في. والبشر بشر يوحى إليه، بشر اصطفاه الله لرسالته، بشر قربه الله إليه، بشر يملك من الصفات ما لا يملكه الكثيرون من البشر، هكذا حتى يبقى الإنسان متوازن. وهذا محبة، تبقى هناك محبة، يبقى تقدير. فرق بين التقدير والمحبة والغلو. الإمام علي سلام الله عليه كان يقول هلك في اثنين هلكوا في موقفهم مني، محب غال ومبغض قال. يعني واحد اللي بيحبني ويغلو فيه حتى يقترب بي من درجة الإلوهية، هذا يهلك فيه لأني عبد الله، وعظمتي أني أعبد الله سبحانه وتعالى، وأني أطيع الله، وأني أخضع لله. هذا فالإنسان الذي يغلو في علي بحيث يجعل عليا مساويا لرسول الله، أو يجعل عليا أعلى من رسول الله، أو يجعل عليا إلها يتجسد في داخله الله، هذا يهلك. محب غال. والغلو هو أن ترتفع بالشخص عن درجته الطبيعية. ومبغض قال، هؤلاء الذين يبغضون عليا عليه السلام ويعادونه، هذا طبعا لأن علي عليه السلام أحب الله فأحبه الله، فمن لم يحب عليا ومن أبغض عليا فإنه لا يمكن أن يعيش في قلبه حب الله ورسوله. لأن الإنسان الذي يمثل وجوده وحركته تمثل التجسيد للحب الله سبحانه وتعالى، لأن عليا باع نفسه لله، ولأن عليا جعل كل حياته لله. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا الإنسان الذي يبغض من يحب الله ورسوله ومن أحبه الله ورسوله، كيف يمكن يحب الله ويحب الرسول؟ ما عندنا أعداؤك ثلاثة، عدوك وصديق عدوك وعدو صديقك. وعلي بن أبي طالب صديق الله وحبيب الله، وعلي بن أبي طالب أنا أعادي، فمعنى أنا بدي أن أعادي الله بشكل غير مباشر. عندما أعادي حبيب الله فأنا ما في صداقة بيني وبين الله. إذا أردت أن تعرف نفسك فانظر قلبك، فإن كان قلبك يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ففيك خير والله يحبك، وإن كان قلبك يعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحب. نحن نحبه أنه ولي الله وعبد الله وأخو رسوله
والمجاهد في سبيل الله والذي قرب إلى الله سبحانه وتعالى في معرفته حتى قال لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، والذي باع نفسه لله. عظمت علينا المطالب هذه بمقدار ما أطاع الله، بمقدار ما عبد الله، بمقدار ما جاهد في سبيل الله، بمقدار ما قدم كل طاقاته لله. لهذا كبر علي عند رسول الله، وكبر علي عند الله، وكبر علي في الحياة كلها. الغلو شيء، نبقي عليا في درجته التي جعله الله فيها، وننفتح على كل صفاته التي تعتبر من أعلى صفات الإنسان في مسؤوليته وفي كل طاقاته. فإذا لا بد أن يفرغ الإنسان قلبه من أي إحساس بعظمة أي شخص بحيث يرتفع عن الحد الذي وضعه الله له. لا إله. الجانب الثاني الخط الإيجابي، وهو أن تمتلئ قلبك بالله فتعتبر أن الله وحده هو الإله، وأن الله وحده هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فكلمة الشهادة لا إله إلا الله هذه تعطينا توحيد الله في العقيدة، فتعتقد أن الله وحده هو الإله. إياك نعبد تعطينا توحيد الله في العبادة، لأنه أن توحد أن لا تعبد غير الله. كلمة إياك نعبد، علماء النحو يقولوا إذا فرضنا قدم المفعول على الفاعل كان المفعول ضمير منفصل، يعني بدل ما يقول نعبدك يا رب يقول إياك نعبد، نعبدك يعني نعبدك ويمكن نعبد غيرك بحسب التعبير، لكن إياك نعبد معناها بها فقرتين، يعني نعبدك ولا نعبد غيرك. هذا التزام بعبادة الله والتزام برفض العبادة لغير الله، هذا معناه شيء. أن لا تعبد غير الله. ما هي العبادة؟ العبادة هي غاية الخضوع لله، أن تعبد الله بحيث أنك تخضع له خضوعا تشعر فيه بذوبان ذاتك أمامه. كل واحد عندنا ما في عنده عنفوان، مثلا واحد يقول مرفوع الجبهة شامخ الأنف، مش هيك يقول واحد؟ لكن أمام الله هذه الجبهة لازم تتعفر بالتراب، هذا الأنف يتمرغ بالتراب في حال السجود، هذه القامة الطويلة التي ترتفع يرفع الإنسان رقبته ورأسه إلى السماء لازم ينحني. تعبده تخضع له خضوعا مطلقا، فأنت عندما تركع لله سبحانه وتعالى فإن إيحاءات ركوعك تعني أنني أنحني لك يا رب، كأنك تمد عنقك لله وتقول يا رب أنا خاضع إليك حتى لو ضربت هذا عنقي بين يديك أنا. وهكذا بالنسبة للسجود، لأن الإنسان الجبهة هي هاي الناصية، الجبهة هي مظهر العز، مظهر العنفوان. فالإنسان عندما يسجد لله فمعناه أنه يمرغ عنفوانه بين يدي الله، وعندما الإنسان يرغب يستحب يقال
إنسان بالسجود أن يرغم أنفه، يكون هيك تراب أو سجدة بحيث يكون أنفه يرغ هذا، لأنه أمام الله ما في عنفوان، أمام الله أنت لا تقدر على شيء، عبد لائق مملوك لا تقدر على شيء، ما في عنفوان أمام الله. أمام الله ما تقدر تقول أنا حر، أمام الله ما تستطيع أن ترفض، ما تستطيع أن تتساءل، ما تستطيع أن تشكك. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كيف أنت بدك تسأل؟ مين أنت؟ أنت ملكه، أنت صنع يديه، ولذلك أنت ما بتسأل. أنت الآن بده منك شيء، خلاص بدك تسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بنشوف ما في، بنفكر ما في، ندرس ما في، بدنا نقتنع هذا حلال وحرام، الله حلال الله وحرام ما في، غصبا عليك بدك تقتنع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم إذا حكمت لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عبادة هي غاية الخضوع، أن تذوب شخصيتك أمام ربك، أن يسقط عنفوانك أمام ربك، أن تتمرغ جبهتك وعزتك أمام ربك. بهذا كن العزيز أمام الناس، ولكن كن الذليل أمام الله. كن الحر أمام كل الكون، ولكن كن العبد لله. أعبده بكل ما في كيانك من كل مظاهر الخضوع ومن كل مشاعر الخضوع وأحاسيس الخضوع. إياك نعبد، ليس لك أن تعبد بشرا أو حجرا أو أي شيء، لأن له علاقة بالله. هناك فرق. الآن كيف كان أهل الجاهلية يقولون؟ كانوا لا يعتبرون الأصنام آلهة بالدرجة الأولى، يعتبروهم آلهة بالدرجة الثانية. يعني كيف؟ أقرباء الآلهة، المقربين للآلهة، كانوا يعتبرون أن في هذا الصنم في اللات والعزى وغيرهما أسراراً مقدسة تجعلها قريبة إلى الله، وتجعل من يقرب منها قريباً إلى الله. ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. كان مشركو قريش ومشركو العرب كانوا موحدين في العقيدة، ولكنهم كانوا مشركين بالعبادة. ما نعبدهم هذه الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا، ولذلك ما يمكن تعبد لبشر، لا يمكن أن تسجد لبشر مهما كان هذا البشر. وإذا كان الله قد حدثنا عن السجود لآدم وعن السجود آل يعقوب ليوسف، فقد كان السجود مظهر تحية ولم يكن مظهر عبادة. ولذلك إذا تحول السجود إلى مظهر عبادة فلا يجوز السجود لبشر. أنك تروح واحد مثلا إنسان تسجد له بحيث يمتلئ قلبك بعظمته الذي تستغرق في ذاته، لا يجوز. حاول بعض الناس الذين يكفرون المسلمين وهم الوهابيون أن يخلطوا بين العبادة في سلوك المسلمين
وبين مسألة الشفاعة استشفاع وبين مسألة التوسل. ولذلك يقولون لا عن الشيعة فحسب، بل حتى عن الكثيرين من السنة أنهم مشركون. لماذا مشركون؟ لأنهم يتوسلون بالأنبياء والأولياء ويطلبون إلى الله سبحانه وتعالى ببركة الأنبياء والأولياء أن يغفر لهم، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم. قلوا هذا مثل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنتم تعبدوا أنبياءكم وتعبدوا أئمتكم وتعبدوا الأولياء، هذا الولي وذاك الولي، وتقدموا لهم النذور حتى يقربوكم إلى الله زلفى. شو الفرق بين هذا وبين ذاك؟ هكذا يصورون القضية، ولكن المسألة تختلف. فالمسلمون في ارتباطهم بالأنبياء وبالأولياء لا يعبدون أنبياءهم وأولياء الله، ما يعبدون. ولذا الآن إحنا لما نزور أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف نزوره؟ السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا مولاي، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى قبضك الله إليه باختياره. يعني إحنا نزوره نتقدم إلى باعتبار أنه أمين الله في أرضه حجته على عباده، لأنه جاهد في الله حق جهاده، اتبع رسول كتاب الله وعمل بسنة رسول الله. لأن لما نزور الإمام الحسين سلام الله عليه بأي صفة؟ السلام عليك يا وارث آدم، السلام عليك يا أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. نحن نزور أمتنا ونزور كذا بهالطريقة، يعني نقف لنسلم عليهم ولنزورهم ولنتذكرهم، لنتذكر كيف كانوا يجاهدون في سبيل الله وكيف كانوا يعبدون الله وكيف كانوا يذوبون بين يدي الله وكيف كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر طلبا لما عند الله. هي عبادة. في مسألة التوسل بالأنبياء والأولياء، الآن لما نقول يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، الله سبحانه وتعالى ما جعل بعض أنبيائه، الله يقول وكان عند الله وجيها، في هناك بعض عباد الله وجهة عند الله. هؤلاء لا يملكون في أنفسهم أي قدرة، لكن الله جعل لهم نتيجة جهادهم ونتيجة طاعتهم وعبادتهم له، الله جعل لهم ميزة الشفاعة. والشفاعة درجات. النبي محمد صلى الله عليه وآله له شفاعة تتسع إلى ما يعلم الله ذلك. الأئمة لهم شفاعة، الأنبياء لهم شفاعة، حتى المؤمن، إن المؤمن ليشفع في ربيع ومضر، لكن مش على أساس شفاعة أطعم الفم تستحي العين، لا، شفاعة اللي هي ضمن قواعد وبرامج. بعض الناس يقول لك احنا خلص جماعة علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار، واحنا خلاص معقولة جماعته كلها يلا الجنة. هذا متمرد على الله، هذا ما بعرف، هذا منحرف في خط العقيدي، هذا منحرف في خط العملي، هذا كله خلص على ابن أبي طالب، المهم الناس يحبوه وخلص كافي. لا يا عمي، كلهم عباد مأمورون. ولا يشفعون إلا، فهموا القرآن مليح، ترى كل ما فهمتوا القرآن مليح، كل ما فهمتوا العقيدة مليح،
وكل ما تعمقتم في ما فهم القرآن الذي هو الأساس في العقيدة تعرفون أنه ليست هناك أي ذاتيات شخصية لأي شخصية مقدرة إلا ما أعطاها الله من كرامته، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. شفاعة لله، لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه. ما في حدا دعاكم، شو بتقول؟ أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك. الله جعل، أعطى الأنبياء من خلال ما يعرفونه من مواقع رضا الله، وأعطى الأولياء من خلال ما يعرفونه من مواقع عفو الله وغفرانه، يعرفوا من اللي يشفعوا له ومن ما يشفعوا له. برنامج عندهم، يمكن برنامج تفصيلي ويمكن برنامج إجمالي. فالشفاعة تنطلق من خلال أن الله هو يشفعهم بنا، هم لا يملكون الشفاعة في ذاتهم، ولكن الله يملكهم ذلك فيما أعطاهم من ميزة الشفاعة، ولكن ضمن البرنامج. يعني احنا بالنسبة إلى وأهل البيت سلام الله عليهم، احنا دائما نحكي هالموضوع، ما فاتحين على حسابهم أبدا. هذا أنا دائما أكرر هالكلمة، وبعض الناس يحرف الكلام عن مواضعه لأنه يتحدث تحرك من خلال عقدة. أهل البيت مش فاتحين على حسابهم أبدا. إمام الباقر سلام الله عليه شو بيقول؟ من كان وليا، لا تذهبن بكم المذاهب، من كان وليا لله فهو لنا ولي، ومن كان عدوا لله فهو لنا عدو. رضا الله رضانا، يعني ما يرضي الله هو الذي يرضينا، وما يغضب الله هو الذي يغضبنا. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. في تسليم، عظمة أهل البيت هي هذه، أنهم سلموا لله أمورهم. ولذا الإمام الحسين عندما انطلق قال لهم فمن قبلني بقبول الحق، فهو ما عم يقبلني، عم يقبل الله، فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله. كلها الله، الأئمة عليهم السلام كلها يحدثون عن رضا الله، عن طاعة الله، عن ولاية الله، عن محبة الله، بحيث أننا نذكر الله قبل كل شيء، ونذكرهم ونذكر الأنبياء على أساس أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعني. إذن إياك نعبد، يعني نعبدك ولا نعبد غيرك، يعني لا نخضع لعبادك إلا من خلال إذا كانوا، كان الخضوع لهم يمثل الخضوع لك، لأنه يتحدثون عنك. في بعض الأحاديث يقول من أصغى إلى ناطق، يعني إذا واحد عم يحكي وأنت معطيه لكل فكرك وكل وجدانك، كل هذه حالة عبادة. عبادة شو؟ الاستغراق في الرجل، أو استغراق في الكلام. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان هذا الناطق يؤدي عن الله فقد عبد الله، وإن كان يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان، لأنه هذا الانجذاب وهذا الاستغراق هو في نوع عبادة. فأنت عندما يكون الشخص رسول الله، ولي الله، مبلغ عن الله، فأنت تعبد الله، وإلا أنت تعبد الشيطان لمن يكون يتكلم باسم الشيطان. هذه فمعنى عندما تقولون إياك نعبد، يعني نعبدك يا رب، نطيعك يا رب، نخضع لك يا رب، ولا نعبد غيرك، ولا نطيع غيرك، ولا نخضع لغيرك. هنا احنا بالحديث القادم إن شاء الله نتحدث
أنه هل عندنا شرك في العبادة في غير مسألة أنبياء والأئمة، في واقعنا الذي نعيشه، في التزامنا بالأشخاص، في محبتنا للأشخاص، في استغراقنا في الأشخاص، سواء كانوا في المواقع الاجتماعية أو السياسية أو الدينية أو غير ذلك، هل نحن نعبدهم أو أننا نعبد الله؟ والحمد لله رب العالمين.